زي ما قلنا لكم اسبوعنا اسمه الفرحه الناقصه. بدايتنا مع الفرحه. الفرحه من قايمه كانت فيها 82 اسم لسه يا دوب امبارح صدر ليهم عفو بقرار رئاسي، عفو من العقوبه. ده بعد ما لجنه فحص حاله المحبوسين او لجنه العفو الرئاسي او لجنه الخمسه اوصت بالعفو عنهم. وطبعا هي يعني اتشهرت باسم لجنه الخمسه لان عدد اعضائها خمسه، وهم الدكتور اسامه الغزالي حرب، نشوى الحوفي، محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، وكريم السقا. خلونا بقى نفكركم ان اللجنه دي اتشكلت بقرار من الرئيس في مؤتمر الشباب اللي انعقد طبعا في شرم الشيخ، وتم الاعلان عن تشكيلها في الجلسه الختاميه اثناء كلمه الرئيس. كان دور اللجنه دي ايه؟ اولا انها تفحص حاله الشباب المحبوسين على ذمه قضايا، وبعد كده توسعت وبقت تشمل كمان اللي صدر ضدهم احكام نهائيه. خلونا كمان نقول ان اهم حاجه خلت اللجنه دي تنجز شغلها بسرعه في خلال اسبوعين بس تقريبا، انها كانت لجنه الخمسه، يعني خمس اشخاص بس، خمس اصوات بس بتتناقش، مش 100 صوت وكل واحد برأي وفي الاخر ما يتفقوش على حاجه. كمان لازم نقول ان دي اول ثمره من ثمار مؤتمر الشباب، ودي حاجه فعلا تفرح ان الرئيس يستجيب للي سمعه من الشباب، بس بيستجيب بانه بيشكل لجنه، لا ده كمان بيفرج عن الشباب، وكل ده يفرح. لكن احنا بقى في الحصاد عايزين الحلو يكمل، الصوره تبقى جميله جدا ويكمل جدا كمان. احنا عندنا قايمه ب 82 شاب تم العفو عنهم النهارده، ودي قايمه اولى. قالت ان اللي تورط في عنف مش هيكون ضمن الاسماء اللي هيتقدموا للرئيس. يعني معنى كده ان ال 82 دول شاب كانوا شباب سلميين. سلميين. ممكن يكون شارك في مظاهره بدون عنف، او اتقبض عليه يعني حوالين المظاهرات، او باحث كاتب زي اسلام البحيري. من الناحيه القانونيه القضاء قال ان الناس دي متورطه في جرائم يعاقب عليها القانون زي قانون التظاهر. بس احنا بقى مش عايزين ده يحصل، مش عايزين يبقى عندنا قوانين تخلينا بعد كده محتاجين للعفو، محتاجين نناقش قانون التظاهر بجد عشان نظبطه بالشكل اللي يحافظ على الدولة ويعاقب المتجاوز بس. محتاجين نعدل قانون ازدراء الأديان، ما يبقاش فيه حبس ويبقى واضح، ومحدش يعني ما نخليش أي حد يفكر أو يتكلم نقول له أنت مهدد بالسجن كده. الحلو يكمل، وكده مش هنبقى محتاجين لجنة عفو ولا لجنة خمسة ولا عشرة ولا مية ولا غيره. هيبقى عندنا قوانين تعاقب المخالف بس، تعاقب المتجاوز بس، تعاقب المجرم بس. لكن لازم في الآخر نقول مبروك، مبروك من قلبنا لكل اللي رجع لأهله، مبروك لل 82 أسرة اللي نامت امبارح مبسوطة وصحت النهاردة وشافت عيالها واطمأنت عليهم.